الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يأتي الزمان يخطب الغلام كما تخطب الجارية، ويغار على الغلام يعني الولد كما يغار على الجارية. مثل زمان الحين، ما هو بعض الشباب يضارب عشان الولد حقه، صح ولا لا؟ ويدافع عن الولد حقه، ويعني يعني يصرف على الولد. يغار على الغلام كما تغار على الجارية، ويزين الغلام كما تزين الجارية، ويخطب الغلام كما تخطب الجارية. ويعني بجمعها حديثين: ويمشط الرجال رؤوسهم كما لبعضهم كما تمشط المرأة شعرها لزوجها. يعني ما قص الرسول تمشي شعرك، لا، لكن بعض الشباب يفرقه ويقصه من هنا وقصه ما يدي عشان إذا نزل يمشي وشعره. ويمشط الرجل رأسه كما يمشط المرأة شعرها لزوجها. ويكتفي الرجال بالرجال، يعني حب شاب لشاب. وتكتفي النساء بالنساء، يعني بنت مع بنت. ويتشبه الرجال بالنساء، وتتشبه النساء بالرجال. فعليهم من أمتي لعنة الله. ما هو بقال، بس ليش أكون ظالم وأدخل في هذا الحديث وهذا الشيء؟ يا أخي افتخر برجولتك، أضخم جنس اشتري، أضخم فنيلة، لكن كنا شرطي واسعة وطويلة، والجنس واسع وسادة وألوان رجالية. بس مشط شعرك وربى تربية رجال، ومشط تمشيطة رجال. بس بتحلق الدقن يا أخي، رب شنبك وخفف شيء بسيط. بس أنت يا فلانة أفخم عباء وأنفذي، لكن جنسك ولباسك هذا في البيت مع زوجك. أما بنت عادت في الثانوي والجامعة باقي قدام أخوانها بالسكيني، ما ينبغي. أسأل الله يبيض وجهك أحبابي. أختم وأقول اللي ما سمع كلامي طول اليوم ممكن يخرج من هذا الجلسة يقول لي ظالم، لكني بقول لكم يا الربع، ما هو بعيب إن ظلمنا أنفسنا، لكن العيب إن نستمر في الظلم، نستمر في الظلم، نستمر في الظلم. اسمعوا ايش يقول الله جل في علاه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. أسأل الله يغفر ذنبي وذنبكم في ذا الساعة. لكن اسمع الشرط يا الظالم، أنت يا أبو راشد اللي ظلمت نفسك وغيرك مثلك، وأنت يا فلان اسمع، الله رحمة واسع، لكن اسمع يا من ظلمت نفسك وظلمت نفسك، اسمع ايش الشرط. قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يا أنت تعلم أنك ظالم وغيرت فطرتك في لباسك وألوان نسائية، والأحمر والبنكي وذي وألوان والألوان يعني الذي والكتابات، ما هو عيب، لكن العيب انك تستمر. العيب ان كرامتك وذي تنزلها بطيحني وبالفنايل القصيرة وذي. العيب انك تستمر في هذا اللباس ووجهك يعني نظفته من الشعر وتخيلت وتخليت عن رجولتك كلمة رجال ذكرها الله في كتابه 50 مرة. رمت شرف وكرامة لك تتنازل عنها عشان موضة. يا اخي الغرب هم غرب اللي صنعوها ما لبسوها. وإن شاء الله إني لأجيب لكم بعد كم لقاء، اللقاء جاي ولو بعده لقاء كان لي مع بريطاني في أبها، بأعرضه لكم على الشاشة وتسمعون هذا البريطاني إيش قال عن اللبس اللي يلبسونه في بريطانيا والشاف من شبابنا والحزن اللي قاله، لكن أخليه لوقته. ما هو عيب إنك ما صليت أو يا فلان أخرت الصلاة، لكن العيب إنك تكون ظالم وتصر بعد ما تمشي من هنا على إنك تستمر. ما هو عيب إنك كنت تغازل ولا تغازلين وان في جوالك مقاطع، لكن العيب انك تسمن عدد المقاطع اللي شوت نفسك ورهلكت نفسك بالغزل والهم والغم حتى يجي قصاصك في عرضك ويضيعك تضيع حياتك بالعادة السرية وذي. العيب ان نكون اليوم عاقي وظالمين، لكن العيب الاعظم ان نستمر في الخطين اللي يموتون احد شيباننا ونتندم عليهم، او اموت انا قبل ما يموتون شيباننا.